لأنك هذه أكبر جناية تجريها على نفسك. أنا صار لي في أمريكا الآن 13 سنة، 13 سنة من عام 99، ورأيت من القصص ما لا يحصى مع ناس يعني من العراق ومن لبنان ومن السعودية. إحنا ما نقول الزواج من الكتابية حرام، لكن ليش انا اجازف؟ فينا اقول لكم صراحه ناس انه بعض الامريكيات امنوا وصاروا مؤمنات ومتمسكات باهل البيت، لكن مو دائما هذا الشيء مضمون. ليش انا اجازف؟ ليش اجازف؟ في كنت انتبه لهذه النقطه، لا يكون تخلي هذا الشيء يخطر في بالك. وهم تنبهون اخوانكم الشباب لهذا الامر، لان لازم تنظر قدام، تنظر بعيد، وتكون دقيق جدا في علاماتك. حقيقه هذا امر مهم جدا جدا جدا. ابو الفضل العباس سلام الله عليه خطب له عقيل فاطمه ام البنين سلام الله عليها، وان شاء الله بكره أكو مجلس لروح أم البنين الساعة كام بعد صلاة الظهر مباشرة في شفقة فاضل مسلم إن شاء الله، والنساء في شفقة الأخ الكريم الأستاذ حسين إن شاء الله. زين، أبو الفضل سلام الله عليه، وما أدراك أبو الفضل؟ من هو أبو الفضل؟ أبو الفضل أبوه من؟ أبوه أفضل الخلق على الإطلاق بعد نبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قصف الله. شيخنا حدثنا سؤالنا عن مولانا أبو الفضل، تقول الرواية: فستعرف هذا المنجح هطلت دموعه على عينيه من عينيه. قال لهم: ايش اقول لكم عن انسان قبل كفيه الائمه المعصومين؟ الائمه المعصومين سلام الله عليهم قبلوا كفيه المره الاولى عندما ولد ابو الفضل العباس سلام الله عليه، وجيء به إلى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين أخرج كفري العباس من الحمام وأخذ عاشيني وبصر لي براي تقعد.